بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وبينا أن الحق سبحانه وتعالى استهل هذه السورة الكريمة، أي سورة المائدة، بقوله أوفوا بالعقود، وهو ما تعاقدتم عليه مع ربكم إيمانا به والتزاما بمنهجه. وحين نفي بهذه العقود لا بد لنا من حركة في الحياة، إذن فلا بد لنا من حياة ولا بد لنا من قدرة على الحركة في الحياة حتى نوفي بهذه العقود. فضمن الله لنا ما يحفظ علينا حياتنا ويبقي لنا القدرة على الحركة في الحياة بقوله: أحلت لكم بهيمة الأنعام. وبعد ذلك قال: وحرمت عليكم كذا الميتة وكذا وكذا وكذا. فكأن الحق حين طلب منا أن نوفي بالعقود أعطانا ما يعطينا مددا باستبقاء الحياة والقدرة على التحرك فيها. وحين يقول الحق: أنا أحللت لكم كذا وحرمت عليكم كذا، وهو الخالق، يجب أن نأخذ من الخالق مواصفات ما يبقي لنا الحياة. هذا الإبقاء هو ما نصنعه نحن أنفسنا حينما نخترع آلة توفر علينا الحركة وتعطينا الثمرة بأقل مجهود. فحين يصنع الصانع آلة من الآلات يصنع لها ما يوجد لها الطاقة لتقوم بعملها، فحين يصنع لها الطاقة ويدلنا عليها لا يستطيع المستعمل للآلة أن يغير وقود هذه الطاقة. إن غيرها لا تؤدي الآلة مهمتها. وقلنا في نفسنا: مرة بنزين نمرة واحد، ومرة كروسين، ومرة بترول، ومرة سولار، فإن غيرنا فيها ما تؤديش. فالذي خلق قال: هذه الآلة لا تصلح إلا بما أحللت لك، ويجب أن لا تدخل عليها ما حرمت عليك. إذن الذي يحلل ويحرم هو خالق الآلة، ولم يدع أحد في كون الله أنه خلق نفسه. فلنرد اقتيتنا وحفظ حياتنا إلى من خلقنا: أحللت كذا وحرمت كذا، وما لم أدخله في نظام الحل وأدخله في نظام الحرمة تصلح الآلة بأن تفعله أو لا تفعله. إذن ففيه أشياء تفعل وفيه أشياء لا تفعل. إن غيرت النظام فسدت الآلة، وفيه أشياء لم يأتي فيها الحل ولم يأتي فيها الحرمة، يبقى انت حر، ان عملتها تنفع وان ما عملتهاش تنفع. فالحق سبحانه وتعالى يجي يقول ايه: قل ارأيتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم، اي انتم، منه حراما وحلالا، يبقى مش انتم، اعتديتم. ليه؟ لانكم لم تخلقوا هذه الآلة وانا الذي خلقتها، فانا اعلم بما يعطيها مدد الطاقة ومدد البقاء. فان صنعتم غير ذلك تبقوا معتدين. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، هذا الجعل طغيان واعتداء منكم. فدعوا الآلة الإنسانية للذي خلقها يعطي لها وقودها واستبقاء حياتها. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا بإله خلق من عدم وأمد من عدو ورزقكم الإمداد لاستبقاء حياتكم واستبقاء نوعكم، خذوا مني هذه الأحكام. لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. نحرمها، كيف نحرمها؟ أم قال: أنتم مش حرمتوا حاجات كتير؟
ألم تحرموا البحيرة والسائبة والوصيلة والحام؟ من الذي قال أنها حرام؟ أنتم حرمتوا، أنا اللي حرم، أنتم ما تحرموش. فالحق سبحانه وتعالى يأتي بحيثية التصديق لما يقول: ويا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم بي إلها. فالذي يؤمن بأني إله يأخذ مني مواصفاته. الحق سبحانه وتعالى حينما قال: لا تحرموا أنتم طيبات ما أحل الله لكم، لا بد أن يكون في الآية سبب داعي لهذا. نعم، لأن الحق سبحانه وتعالى حينما قال في قوله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون. فكأن الله جاء بحيثيات مدحهم وحيثيات قربهم في مودتنا، أن منهم قسيسين ورهبان، رهبان يعني زهدوا في الحياة. فلما سمع صحابة رسول الله أن من النصارى من يأخذ الرهبانية أي الزهد في الحياة، جعلوا من أنفسهم حكاما على أن يكونوا مثله، وذلك لا يكون إلا بامتناعهم عن طيبات ما أحل الله. أهو عبد الله بن رواحة؟ أهو عثمان بن مظعون؟ أهو سعد بن أبي وقاص؟ أهو علي بن أبي طالب؟ المهم أن فكرة تحريم الطيبات جاءت عند الصحابة، فسمع رسول الله بذلك وعلم أنهم قالوا: نصوم النهار ونقوم الليل ونمتنع عن النساء ونلبس المسوح ونسيح في الأرض. فلما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أصوم وأفطر وأقوم وأنام وآتي النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، كلام منطقي، لأنهم إذا كانوا يريدون ذلك ويريدون أن يمتنعوا عن طيبات ما أحل الله حتى يكونوا رهبانيين كما وجد في النصارى ذلك، نقول لهم: أتصلون؟ قالوا: نعم. الصلاة لا بد لها من حركة، والحركة لا بد لها من قوة، والحركة الصلاة لا بد لها من ستر العورة. فلنأخذ زاوية واحدة من الزوايا التي تتطلبها رهبانيتكم، ستر العورة مثلا. حين تريدون أن تستروا العورة تسترونها بماذا؟ لا شك أنكم تسترونها بلباس. هل فكرتم من أين يجيء هذا اللباس؟ إن هذا اللباس لا بد أن يشترى من تاجر أقمشة، وتاجر الأقمشة لا بد أن يأتي به من المصانع التي نسجت، والمصانع التي نسجته لا بد أن تأتي من المصانع التي غزلت، والمصانع التي غزلت لا بد أن تأتي به من المحالج التي حلجت، ثم لا بد من الحيوانات التي أخذ منها إن كان صوفا أن تربى، وتربيتها تحتاج إلى زراعة. إذن فكل هذه الأشياء تتطلب حركة واسعة أنت لا تشعر بها إلا ساعة أن تحتاج إلى السوق، إنما هي آلات متعددة. فإن كنت تريد أن تترهبا وأن تنقطع على العبادة، فإياك أن تنتفع بحركة من لا يترهبن. امتنع كده، ودي مش متأتية. أيضا: ألا تأكل لتستطيع أن تقوم للصلاة؟ تأكل. ألا عرفت كيف يجيئك رغيف الخبز؟ إنك تذهب إلى البقال لتشتري رغيف الخبز، ثم تسأله فيقول: جئت به من المخبز، ثم تسأل المخبز فيقول: جبت الدقيق من المطحن، ثم المطحن يأتي من مخازن الغلال، ثم مخازن الغلال من الذي زرع، ثم الذي زرع احتاج إلى آلات، وإلى آلات تحرث، وإلى آلات تغرس، وإلى آلات تجني، وبعد ذلك احتاج إلى أشياء أخرى كالسماد وغيره، وتحتاج طاقة هائلة. إذن فأنت في حركتك للصلاة محتاج إلى كل هذه الأعمال. فإياك إن أردت أن تترهبن وأن تعتزل الحياة أن تنتفع بعمل من لم يعتزل الحياة. إذن لا بد العمل الذي لا يتم الواجب به إلا به فهو واجب. كل عمل لا يتم واجب إلا به يكون واجبا، ولذلك يكون على ولي الأمر إن رأى حرفة يتطلبها الوجود الإنساني والوجود الإيماني ولم يذهب إليها أناس طوع نفوسهم أن يلزم قوما بأن يفعلوها. كل صناعة هي فرض كفاية، إن قام بها البعض سقطت عن الباقين، وإن لم يقم بها البعض أسم الجميع.
إذن فلا بد من حركة الإيه؟ من حركة الحياة، وحركة الحياة تسلم حلقة إلى حلقة إلى حلقة إلى حلقة، فلا تأخذ الثمرة وبعد ذلك تقول لي اللي يعمل لي، يقول له لا يا حبيبي إن كنت عايز بقى تعمل كده إيه، ما تاخدش حاجة من واحد انتفع لتنتفع بعمله وانت تقعد تترهبن. الحق سبحانه وتعالى يقول لا تحرموا طيبات ما أحل الله، إنكم إن فعلتم ذلك أخذتم صفة المشرع واعتديتم على حقه في أن يحلل وأن يحرم، تبقوا أخذتم صفة إيه؟ صفة الاعتداء. نقول إذا كان الله قد حرم أشياء وحلل أشياء، طب حلل أشياء كلام معقول وحرمها، لماذا خلقها؟ قلنا سابقا أنك لا تنظر إلى كل الأشياء الموجودة المحرمة على أنها هي الرزق المباشر، بل أشياء هي محرمة أن تكون رزقا مباشرا لك، ولكنها ستكون وسيلة إلى رزق غير مباشر، تعمل لك أنت حاجة زي ما قلنا الثعبان سم، لكن السم ده يحتاج إليه في أشياء أخرى، يبقى مخلوق لمهمة، ما تفتكرش أنه مخلوق عشان أكله، لا. الخنزير حرمه ربنا إنما خلقه بيعمل إيه؟ أنت لا تدري ماذا يفعل الخنزير برمرامته في أقذار الوجود، إنه يأخذ كل الإيه؟ الميكروبات. وكذلك العالم كله حلقات، حلقة تستفيد من أذى إيه؟ إلى أن يصل إليك الخير كله. فلا تقل لماذا خلق إذا إيه؟ إذا كان قد حرم، تقول له هو خلقه لمهمة أنت تريد أن تجعلها مباشرة، وهي مهمة ليست مباشرة، إنما تؤدي إلى مين؟ تؤدي إلى المهمة المباشرة. فلا تعتدي وتحلل اللي حرمه ربنا وتحرم اللي حلله إيه؟ الربين. وبذلك ينتظم الوجود كله. وإحنا قلنا إذا ما نظرنا إلى غابة من الغابات اللي فيها حيوانات ثم نظرت إلى حياتها العجيبة لوجدت كل حيوان من هذه الحيوانات له مهمة مع غيره، هذه المهمة مع غيره لتؤدي لك الصلاح فيما يصلح لك. ما تقولش بقى هو حرم دي ليه وخلقها ليه، قول له لا دي هو حرمها رزقا مباشرة، لأن الرزق نوعان، رزق مباشر ينتفع به الإنسان وهو ما تأكله وما تشربه وما تلبسه، ورزق وسيلة إلى هذا، فهذه المسائل مخلوقة وسائل إلى إيه؟ إلى صحة إيه؟ إلى صحة غيرها. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. لا تعتدوا يعني تجعلوا الحرام حلال والحلال حرام، أو لا تعتدوا أي كلوا من الطيبات بس ما تتجاوزوش الحد. وهل هذا هو معنى كلوا واشربوا ولا تسرفوا؟ يصح. وبعد ذلك يقول الحق سبحانه وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. أولا ما هو الرزق؟ الرزق ما انتفع به، كل ما ينتفع به انتفاع يبقى ايه؟ رزق. اللي تاكله رزق، واللي تشربه رزق، واللي تلبسه رزق، واللي تتعلمه رزق، والصفات الخلقية فيك الحلم او كل دي رزق، ولا شجاعة، كل حاجة، كل شيء ينتفع به يسمى ايه؟ رزق. لكن حين يقول كله يبقى انصرف الى ما يطعمه الانسان، انصرف الى ما يطعمه الانسان. الحق سبحانه وتعالى حينما يقول كله من طيباتي، كلوا من ايه؟ كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، يعني كلوا من الرزق الحلال الطيب. الله اذا فيه رزق يبقى حرام؟ قول له ايوه، لما الحرام يروح يسرق برضه حاجه وينتفع بها، انتفع ولا ما انتفعش؟ هي رزقه، انما جابها بطريقه ايه؟ حرام، ولو صبر عليها لجاءته الى فمه، لو صبر عليها لجاء، لانها رزق، لأنها إيه؟ رزق. أو الرزق هو ما أحله الله، أو العلماء اختلفوا، قال لك هل الرزق هو الحلال فقط والباقي ما يبقاش رزق، ولا الرزق ما انتفع به ومنه ما يكون حلالا ومنه ما يكون إيه؟ ومنه ما يكون حراما. كلوا مما رزقناكم، كلوا ما رزقناكم يبقى أسلوب، كلوا من ما رزقناكم، مما رزقكم الله يبقى أسلوب. طب ايه الفرق بين الاثنين؟ كلوا مما رزقكم الله يبقى ناكله كله. أما قال لك لا هي ما تنفعش دي، لان مش هناكله كله طبعا. ليه؟ احنا هناكل بعضه. السبب ايه؟ قال لك لان الذي يؤكل ويطعم
إما أن يكون صالحا لإيجاد مثله أو غير صالح لإيجاد مثله. أنا لما أكل الدقيق عندي دقيق، لو خليت الدقيق ما يصلحش الدقيق إلى إنجاب إيه؟ شجرة قمح. لكن لما يكون حنطة قمح، من الممكن اللي موجود ده ينفع يجيب شجرة قمح تانية ولا لا؟ فلو قال الحق في مثل هذا كلوا ما رزقكم الله حلالا طيبا، يبقى مش طبيعي، يقول كلوا بعض ما رزقكم الله. ليه؟ أم قال لك ديا ساعة ما يقول كلوا بعض ما رزقكم الله يعني البعض لا تأكلوه، يبقى معناها كلوا من الرزق إلا بعضا تحتفظون به لا تأكلوه. قال لك أمر طبيعي. ليه؟ أم قال لك لأنني عايز رزق وعايز امتداد للرزق. فلو أنني أكلت الحنطة اللي عندي كلها، طب إذا أردت أن أزرع أعمل إيه؟ ما جيتش مزرعة. طيب على أدي ناحية، إذن استبقاء الرزق يبقى ينشأ أننا نأكل بعض الرزق ونسيب الإيه؟ ونسيب البعض عشان نعمل إيه؟ نعمل به امتداد رزقي للحياة. طيب وإذا كنت أنا أكل اللي أنا رزقته بس ما يصلحش لإنجاب مثله، تقوم تقول له طيب والضعيف الذي لا شيء عنده من أين يأكل؟ يبقى كل البعض وسيب إيه؟ يبقى الرزق هيبقى نوعين، ما يصلح لامتداده وما لا يصلح لامتداده. فالذي يصلح لامتداده احتجز بشوية علشان إيه؟ عندك أرداب بقمح، لما تيجي ما تاكلش الأرداب بالقمح، يقول لك سيب نص كيلة عشان تبقى تبدرها في الأرض تطلع لك خلاص. طب وعندي دقيق، الدقيق ما ينفعش عشان أجيب به دقيق تاني، تقوم تقول له تاكل بعضه وتخلي بعضه لمين؟ لمن لا يقدر على الإيه؟ لمن لا يقدر على الحركة. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى في سورة إيه؟ في سورة إيه؟ يوسف، حينما الملك قال آتوني به، يعني آتوني يوسف عشان يعبر للإيه؟ الرؤية. قال له إيه؟ إني أرى سبع بقرات إيه؟ سمان يأكلهن سبع عجاف خلاص، وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. قول لنا على الرؤية دي. دكهم قالوا أضغاث أحلام، مش كده ولا لا؟ قالوا أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بإيه؟ بعالمين. تبقى إذن ما دام هم، شوف الاضطراب في الجواب. طب ما دام أضغاث أحلام وأخلاط ولا لهاش، يبقى ملهاش معنى. إنما قولهم وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، فكأن لها تأويل، وكانوا يقولوا إن إحنا مش فاهمين، إحنا ما نعرفش وخلاص. إنما مش يقولوا أضغاث أحلام وبعدين يقولوا وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. طب من الذي رأى الرؤية؟ الملك. هل الملك ده كان مؤمن؟ مش مؤمن. والرؤية هتتفسر ويجي واقعها ولا مش واقعها؟ إذن فلا ضرورة للرأي أن يكون مؤمنا ولا صالحا، يصح أنه يكون أي واحد. طب وتبقى الميزة إزاي ربنا يطلع على مثل هذه المسائل؟ أم قال لك قد تكون الرؤية إكرام للرأي، وقد تكون الرؤية إكرام للمعبر. فهي هنا إكرام لمين؟ للمعبر، اللي هو مين؟ اللي هو يوسف. ولذلك ساعة ما قال له عرف الشفرة، عرف الشفرة وحلها على طول. لأن العجيب في الرؤية أنه قال إيه؟ سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، بقى الهزيل يأكل السمين، وسبع سنبلات خضر أخرى يابسات. مسألة مش، فقال له بسيطة، أو تزرعون سبع سنين إيه؟ دابة. فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا. يبقى كلوا البعض واتركوا. ليه؟ علشان لا للأكل منه في أيام الجد والاستمرار النوع خلاص. يبقى فذروه في سنبله إلا قليلا مما إيه؟ فذروه في سنبله يعني في عيدانه. وتبين أن حفظ الحب دلوقتي أرقى حاجة له، أنك تحفظه في إيه؟ في عدانه، ما يجيش لا يسوس ولا يجرى له اي حاجه والى اخره. الذره احفظه في الغلاف ايه؟ في الغلاف بتاعه على الاول. وايضا فلان تعبير الرؤيا دقيق. ليه؟ قال لك لانه بده يستبقي للناس حياه في زمن الجد. وما دام هيستبقي لهم حياه في زمن الجد، هم مش هيعيشوا بس كده هم وشويه الزرع، ده لابد لهم من ضرع حيوانات. طب والحيوانات تبقى تاكل ايه؟ أم قال لك فزروه في سنبله، يبقى انتوا تاكلوا الحب والمواشي تاكلوا الايه؟ التبن اللي هي ايه؟ اللي هيتخلف منه. يبقى ضمن مقومات الحياه لكل ما يلزمه للايه؟ للحياه. شوفوا بقى الملاحظه اللي هنا. الاول قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فزروه في سنبله الا قليلا مما الماكول ده ضايع ولا لا؟ واللي مستثنى
وال فزروه يبقى موجود ولا لا؟ لكن في يوم الجد بيعمل ايه بقى؟ طب نعمل ايه كده؟ الا قليلا مما تحصنون. يعني كلوا بقى اللي انتوا حفظتوه الاول ده في سنابله، الا قليلا لا ايه لا تاكلوه. ليه؟ علشان نبقى نزرعه بعدين. الا قليلا مما ايه تحصنون. اذا فقول الحق سبحانه وتعالى كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا من يبقى بعض. ليه؟ أم قال لك إن كانت الأشياء مما يكون بقاؤها سببا لامتداد نوعها نبقى نخليه علشان النوع يبقى متصل. واحد بقى عنده شجرة بطيخ وبعدين زرعوها وبعدين قعدوا أكلوها وبعدين أزأزوا اللب، طب لما يجي يزرع بطيخة تانية يجيبها من ايه؟ نقول لهم يا أخي أزأزوا وشيبوا ايه شوية نعمل بها ايه، نعمل منها التقاوي. مفهوم ولا لا؟ طيب كلنا اللحم بس وسيبنا اللب عشان بقاء النوع. قال لك ما تاكلش كل اللحم، يمكن حد شافك وانت داخل بالبطيخه ادي للجرده شقه والجرده شقه والعيل ده مش عارف ايه والعيل من ده شقه. اذا مما رزقكم الله حلالا طيبا تنفع للايه؟ للاثنين، لاستبقاء النوع ولصرف الزائد اللي هو البعض اللي نهانا عنه ده الى غير ايه؟ الى غير القادر وغير الموجود. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. الله، واتقوا الله، وبعد ذلك بحيثية الذي أنتم به مؤمنون. حين تتقي من تؤمن به أيكون في ذلك غضاضة عليك؟ ما أنت أمنت بأنه إله وأنه قوي وأنه قادر، إذا ما فيش أي حاجة أبدا. الغضاضة في أن تأتمر بأمر مساويك، إنما أمر اللي أعلى منك ما فيش فيها غضاضة. الغضاضة عندنا من ايه؟ من ان واحدا منا مساوي يأمر والتاني يستنكف انه ايه؟ انه يطيع. اشمعنى هو اللي يأمر وانا اطيع؟ نقول له ده مش كده المسألة، رب وانت امنت بانه اله، يبقى هناك غضاضة؟ ما فيش فيه غضاضة. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى حينما شرح لنا قصة سيدنا موسى مع السحرة، لما القوا السحرة وبعدين موسى القى عصاه، السحرة شافوا العصا ايه؟ حية. والساحر لا ينظرها حية، ينظرها ايه؟ لان المسحور اللي بيبص غير الساحر، انما الساحر يشوفها ايه؟ قاموا شافوها لقوا حبالهم حبال، لكن عصا موسى مش 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 عصا. قال لك ده شغلة تانية دي بقى مش بتاعتنا دي. ولذلك هل قالوا آمنا بموسى ولا آمنا بربه؟ دي خارجة عن نطاق البشرية بقى، خرجت عن نطاق. إذن فالذي كان من قوم فرعون السحرة كان تخييل للناظر، يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى. سحروا أعين الناس مش حقيقة الشيء. ولذلك موسى لما ألقى العصا وبقت هيخاف ولا ما خافش؟ لو كانت فضلت عصا ما كانش يخاف، إنما هي ده قلب للحقيقة ولا لا؟ لكن عند السحرة مش قلب للحقيقة، إنما تخييل للناظر، تخييل للايه؟ للناظر. طيب آمنا برب ايه؟ هارون وموسى، او موسى وهارون. طيب ستنا سيدنا سليمان لما ارسل الى بلقيس ملكة سبا، ملكة بقى، واذا الرسول جاي يقول لها ايه؟ الا تعلوا علي واتوني ايه؟ مسلمين. ايه اللي جاي لنا جديد ده؟ قالت بقى الكلام بتاع ان الملوك والى اخره. وبعدين قالت لهم انا ما كنت قاطعة امرا حتى ايه؟ تشهدون. قالوا لها لا احنا ملناش شغلة بالحكاية دي، ده اسمه رأي سياسي، نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك، انت تنظري بقى نحارب ولا ما نحارب، إنما احنا ما نقولش. إذا رجال القوة ما لهمش إنهم إيه؟ يقولوا الرأي. الرأي بقى بتاع السياسي اللي قاعد كده هادي 24 رات وبيزن الأمور بموازين العقل وموازين الاحتمال الواقع وموازين رد الفعل، مش حمية بس كده، لا لا. قال لها نحن أولو قوة وأولو إيه؟ والأمر إليك فانظري ماذا تأمر. قالت بس برضو أدارت المعركة سياسية، وقالت أنا حبعت إيه؟ هدية. وإذا أرسلت ملكة سبأ هدية تبقى ترسل هدية إيه شكلها دي؟ ده لازم عضية عظيمة أو قالت حجرب بقى، والله إن كان الهدية كده تروقه وتعجبه ويعني كده أعرف إنه طالب دنيا بقى وعايز خيرنا فلما رحت لهم قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم.
الله، بل أنتم بهديتكم اذهب إليه، ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولا نخرجنهم منها أزل. عرفت أنه مش بتاع إيه، بتاع دنيا، بتاع منهج سماوي. فمتقلت المسألة ما فيش فايدة، لازم نروح إيه نسلم. شوف بقى الدقة بقى إيه، علشان تعرف أن الأمر من من المساوي هو الذي يعطي عزة في الآمر وزلة في المأمور، إنما الأمر إذا كان من غير المساوي من الأعلى يبقى ما فيش فيه إيه، ما فيش فيه زلة الأحد. ولذلك هي برضو احنا قلنا زمان إن إيمانها برضو كان إيمان ملوكي، قالت إيه، وأسلمت مع سليمان. أنا مش أسلمت لسليمان، لا، أنا أسلمت مع سليمان لله. إذن فلا غضاضة في إيماني، ولا تظنوش أنني وديتكم يا شعبي إلى حضيض الزلة في أن يحكمنا واحد، إنما أنا وهو محكوم لمين؟ لله. لله. ولا غضاضة في إيه؟ ولا غضاضة في ذلك. كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، يعني اجعلوا للإيمان حيثية. ما دام آمنت، طب ما دام آمنت وحتأتمر بأمر من تؤمن به، أم قال لك إذن أنت لا تؤمن إلا بمن تثق في إيه، في أنه يستحق الإيمان. ولذلك لما يجي يقول لك يا أخوة أنتم عندكم اللي يكفر بعد ما هو مسلم تقتلوه، يقول له آه مرتد. الله، ليه انتوا عملتوا حرية الاختيار؟ لا، ده الحرية دي في الاول، ده حينما يعلم انه ان اسلم ثم ارتد يقتل يعرف هو مقبل على ايه، فلا يسلم الا ان كان مقتنعا ان الدين اسمنه من حياته. يبقى دي في مصلحة الدين، ولا ده احنا ما خدناهش كده على غماه، احنا قلنا له ان حصل كذا يبقى ما يدخلش الا على ايه، الا على بينة وعلى نور. يبقى احنا ضيقنا الداخلين ولا وسعنا على الداخلين؟ ده احنا ضيقناه وقلنا يا راجل ما تؤمنش إلا إذا علمت أن حياتك أقل مما وعدك الله به. إن اعتبرت حياتك أعلى استنى، فكر في المسألة كويس أوي. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. إذن فقوله يا أيها الذين آمنوا أولا ثم ختمها بقوله أنتم به مؤمنون تسوير للطاعة بإيمانين، إيمان خوطب به وإيمان أقر به. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.